اكسبريس. مرحبا بكم الناس الكل. اتفاق رسمي بين ياسين مرياح وترجي رياضي تونسي. كما تابعتم من مدة تحدثنا على اتصالات متقدمة ومتواصلة بين الملاعب وإدارة الترجي رياضي تونسي. كان فقط العائق هو العقد اللي كان متواصل مع نادي العين الإماراتي. امبارح مرياح كما تابعتوا زاد تواصل اتفاق الفسخ عقده مع نادي العين الإماراتي، واليوم أنهى وأتم الاتفاق مع إدارة الترجي رياضي تونسي. توقيع العقد مازال ما فما حد شيء يمنع توقيع العقد، فقط هو بين اللحظة والأخرى يصحح كونتراتو مع الترجي الرياضي تونسي. وقتها نتحدث على التفاصيل. في كل حالات اتفاق رسمي، ياسين مرياح باش يكون في الترجي الرياضي تونسي. لاعب سابق ونواصل مع الترجي، لاعب سابق للترجي عبد الرؤوف بن غيث صحح مع الرجاء البيضاوي. ما تحدثوش على التفاصيل قداش من موسم، لكن ذكروا ديما انه عبد الرؤوف بن غيث هو محل وعنده قضية مع الترجي الرياضي تونسي ونزاع قانوني باعتباره فسخ من جهة واحدة. دونك بن غيث في الرجاء البيضاوي يلتحق بفوز البنزرتي. تعينات جديدة في النجم الساحلي في مختلف الفروع. فؤاد الشتالي ابن الأسطورة عبد المجيد الشتالي باش يكون على رأس فرع كرة القدم. منعم بن علي رئيس فرع كرة الطائرة. هيكل بن غلاب رئيس فرع كرة اليد. وكريم مصدق رئيس لجنة اللعب. ثنائي النادي الافريقي الحارس احمد العبيدي والمدافع الايسر امين زغاد بداوا التمارين مع اتحاد بن قردان بعد ان ضاعوا عقود اعاره لمده موسم واحد. في الاتحاد المنستيري مساعي لفسخ عقد اللاعب التونسي السويدي امين نبزي بعد اقل من اسبوع من امضاء العقد مع الاتحاد المنستيري. ما اقنعش المدرب الصربي بامكانياته، ودونك فما مساعي لفسخ العقد ذا. من جهه اخرى نسبه احتيره الامور واضحه، اتفاق حاصل وبش يصحح عقد لمدة موسم واحد مع الاتحاد المنستيري. كيف كيف اتصالات مع لاعب من الترجي الرياضي تونسي اسمه أحمد الجفالي. مواجهة تونسية لاعبية السياسات سابقا علي معلول مع الأهلي وعزمي غومة مع نادي فاركو. مقابلة ضمن الجولة 28 تبدأ 8 تعليل. عاود نذكر بأهم خبر في نشرتنا. ياسين مرياح وترجي اتفاق رسمي بيناتهم. عاود نذكر مازال ما صارش امضاء العقد، فما حد شيء يمنع امضاء العقد، فقط هو الوقت. دونك بين اللحظة والأخرى يصحح مرياح رسميا مع الترجي الرياضي تونسي. الخبر جلوبالمون دونك ياسين مرياح في الترجي الرياضي تونسي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بوانت.